السلام عليكم. طبعا اليوم في معنا قطعة الأندرويد اللي هي الرود ماستر سمارت بوكس. حبينا نذكر اليوم مواصفاتها وإيش اللي يميزها عن بقية قطع السمارت بوكس اللي تحول الشاشة الوكالة إلى أندرويد. طبعا هذه القطعة، طبعا اللي يميزها عن بقية القطع، أول شيء في الضمان، ضمانها سنتين. طبعا يكون عندنا كذا ضمان، هذا في الكرتون وعليها ضمان سنتين من شركة رود ماستر اللي عندها فروع في عدة مدن في المملكة. طبعا هذا أول شيء يميزها عن غيرها، حيث إنه بقية القطع أصلا، حيث انه بقية القطع لا يوجد لديها ضمان اكثر من او مقابل لهذا المدة. هذا اول شيء. ثاني شيء انها تدعم كما تلاحظ الان، تدعم SIM، هذا شريحة بيانات، ممكن اضافة عليها شريحة بيانات او بث الشبكة عن طريق الجوال. بس هنا شريحة البيانات، ممكن اضافة الشريحة وتشغيل النت بدون بث شبكة من الجوال. ثاني شيء اللي هو، أو ثالث شيء بيكون معنا، اللي هي إضافة ذاكرة، ممكن إضافة ذاكرة خارجية حتى 128 جيجا، نقدر نضيف عليها ذاكرة 64 أو 32، 128 بتنضاف عليها. طبعا كما تلاحظوا الآن هذه شغالة على مركبينها الآن على الانترا 2020، طبعا تدعم ابل كاربلاي الشاشة نفسها. هذه شغالة معنا الآن، في معنا حتى زر خيارات. برضو الشيء الرابع، احنا ذكرنا ثلاث اشياء، الشيء الرابع انه حجمها صغير مقارنة ببقية القطع، حيث ان حجمها صغير ومناسب جدا، وتجي مدمجة مع بعض. الآن تجي مدمجة، يعني قطعة الجي بي اس فيها، كل شيء فيها، يعني ما عاد يحتاج لنا قطعة جي بي اس اضافية. هذه القطعة بتغنينا عن كل شيء، عن الجي بي اس، عن كل شيء. الآن نشوف، هذا الآن اليوتيوب شفنا، نرجع إلى القائمة الرئيسية ونشوف البرامج اللي عليها. عندنا عدة برامج، طبعا نقدر نضيف عليها برنامج التلفزيون، نقدر، هذا خرائط طبعا بدون نت، تحول الشاشة بالكامل إلى أندرويد. طبعا هذا خرائط بدون نت، بدون بيانات، بدون أي شيء، نقدر نشغله ونمشي عليه. وفي معنا اللي هي خرائط الجوجل ماب، هذه هي خرائط الجوجل ماب، نقدر نبحث على أي مكان ونروح له. هذا الواجهة الرئيسية حقت الجوجل ماب، هذا المكان اللي احنا فيه، طبعا بدون أي توصيلات للجي بي اس، بدون أي شيء. كذلك نقدر نستخدم، حتى نقدر نشاهد الفيديو أثناء القيادة، طبعا غير اليوتيوب، ممكن إضافة مقاطع فيديو عن طريق ذاكرة SSD، تشغيلها بدون ما تفصل معنا طبعا أثناء القيادة. برضو فيها عدة ميزات، فيها عدة إعدادات، هذا شكل، هذا كشكل. برضو نقدر نرجع للقائمة الرئيسية في الشاشة، طبعا في أي سيارة، هذا القائمة الرئيسية حقت الشاشة الرئيسية، نقدر من خلالها تشغيل الأشياء الأساسية في الشاشة الرئيسية اللي هي البلوتوث، برضو USB وغيرها. ومن هنا بنرجع إلى قطعة الأندرويد. كما لاحظتوا هذا شرح مبسط عن قطعة أندرويد رود ماستر. الرجاء الاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد. أخوكم أبو لؤي.